السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته متتبعين شيوات أم العربي. غادي نوجدوا مع بعضياتنا اليوم واحد بغيونش الشهدة بعجينة الياغورت. دائما عجينة الياغورت السحرية نوظفوها في بزاف ديال الحويجات. هاد الوصفة غادي نحتاجوا لها 250 مللتر ديال الماء دافي أو كاس ديال الماء. غادي يعطينا كل كاس عنبة فيه 150، يعني جوج كيسان عنبة إلا ربع. غادي نحتاجو كاس لاروب ديال السكر مع كاس لاروب ديال الزيت مع علبة ديال ياغورت مسوس. انا متوفر عندي غير هذاك، ممكن ديرو اي ياغورت طبيعي. غنحتاجو تقريبا من 650 غرام حتى 700 غرام ديال الدقيق، كيس ديال خميرة الحلوة، معلقة ديال الخميرة الفورية، جوج كيس ديال السكر فاني، بيضة ما نديرو ابيض بيضة في العجين والاصفر هنخليه ندهنو به، شوية ديال الملحة، وغادي نحتاجو شوية ديال النافع. فندوزوا الطريقة على بركة الله. فدابا غادي ندوزوا الطريقة بإذن الله. فغادي ناخد هنا هاد 250 مليلتر ديال الماء دافي، غادي نضيفوا ليها هادوك جوج كيس ديال السكر فاني مع خميرة فورية، كاس ديال السكر، وغادي ندير كاس ديال الطحين. غادي نخلطوا هاد المكونات كما العاده وغادي نغطي عليها ونخليها 10 دقائق هاد المكونات حتى يتفاعلوا ليا. غنخليهم 10 دقائق ونتلاقاو. صافي، غادي نغطيها وغادي نخليهم حتى يضعف لي يخمروا ويتفاعلوا وغادي نطلقوا. من بعد ما خليتها 10 ديال الدقائق دابا غادي نفتحوا عليها. هانتو شوفوا كتلقاوها راها دارت دوك الفقاعات. فدابا شنو غادي ندير؟ غادي نضيف هذيك كيس ديال خميره الحلوه، الملحه، غادي نضيف شويه ديال النافع. اللي بغى ينسمها بالماء النافع طبعا انا تيعجبني، تيجي المذاق ديال القرص فيه زوين. غادي نحتاج كاس الا ربع ديال الزيت ونخلط. هنا بالنسبه للبيضه غادي ناخذ البيضه، غادي ندير الابيض هنا، والاصفر غنخليه للدهن مني غادي نبغيو نطيبو البريوش ديالنا ولا الشهده ديالنا. غادي نخلط غادي نضيف علبه ديال ياغورت طبيعي. كما ديروا ياغورت عادي ولا جوكي طبيعي ولا يعني اللي عندكم. انا هذا هو اللي متوفر عندي حاليا. غادي نخلط وغادي نبدا نضيف في الدقيق ديالنا. دابا غادي نبدا نضيف في داك الدقيق. انا كنخلط غادي نحاول
ونجمعها بيدي. صافي الدقيق يعني زدت ليش بقى 700 غرام، غادي يكون بقى هنا شي ربع كاس، شي جوج معالق كبار. المهم يقدر جا واحد اخر تهز ليه كامله، راه انا على حساب الدقيق. بعد المرات راه كتهز ليا 700 غرام كلها ديال الطحين مره واحده. صافي ما غاديش ندلكها، فقط غادي غير نجمعها هكا وغادي نغطي عليها وغادي نخليها تخمر. شوفوا راه كتلصق، باقي كتلصق في اليد. صافي غادي نخوي يدي، يعني هاد حيد هاد العجينه من يديا. فهنا كيف كتشوفوا ما كندلكها ما والو، غادي نغطي عليها مره اخرى وغادي نخليها تخمر ليا حتى يضعف لي الحجم ديالها، ومن بعد غادي نطلقها. دابا غادي ندوزو نشوفو العجين ديالنا، راها خمرات ما شاء الله. شوفو ضعف لي الحجم ديالها، كتولي على هاد الشكل. فدابا غادي نحاول نبدا. خديت واحد المول ديالي دهنتو غير بالزبده، وغادي نحطو هنا على جنب، وغادي نبدا ندير غير كويرات. انا ممكن ديروها في مول مربع، ممكن مستطيل، كيف ما بغيتو. ممكن كيف ممكن ديروها هاد العجينه غير على شكل كريسات فرديين. فغادي نبدا نقطع الكويرات ديالي على هاد الشكل، ونحط في الطاوه اللي غتدخل الفران، ونديرهم شويه غير متباعدين شويه، ماشي بزاف ولكن غير شويه بحال هكا. كتشوفوا من بعد ما كملتها، فدابا غادي نغطي عليها مره اخرى وغادي نخليها تخمر حتى وكان يضعف ليا الحجم ديالها، ومن بعد غادي نطلقاو باش غادي ندهنوا لها الوجه ديالها بهذا الاصفر ديال البيض، اللي غادي نزيد عليه قطرات من الخل وشويه ديال القهوه السريعه الذوبان اللي مخففه في واحد المعلقه ديال الماء، وغادي نديرها هنايا. دابا غادي نغطي عليه وغادي نخليها تخمر حتى وكان يضعف ليا الحجم ديالها، وغادي نطلقاو. هنا كيف كتشوفوا من بعد ما خليتها خمرات، هي خمرات مزيان مزيان. فدابا غادي ناخذ هذاك البيض اللي قلت لكم اصفر ديال البيض، مع درت معاه شويه ديال الخل وشويه ديال القهوه سريعه الذوبان، وغادي ندهنها. غندهنهم ونحاولوا ندهنوا غير بشويه وبالمهل. الا خفتوها طيح لكم في الدف وانتم كدهنوا، دهنوها قبل ما تخمر. فانا غادي ندهنها كامله مزيان، وغادي نرش عليها شويه ديال زنجلان. الفران راني دايراه حتى يسخن. المره الاولى فاش كيكون يسخن الفران كنديرو على 200 درجه، ولكن ملي كندخل
كتكون العافيه شاعله من الفوق ومن التحت، ولكن مجرد ما غادي ندخل البغيوش ديالي اولا هاد الشهده ديالي غادي نقص لدرجه الحراره حتى ل 170 180 ونخليها تطيب غير من التحت، العافيه غير من التحت حتى وكان طيب ليا وتحمر ويبقى خاصه غير تحمر شي شويه، ديك الساعه راه غادي نشعل عليها الفوق تحمر ليا ونقدموها بالصحه والراحه. بالنسبه لفران الغاز وكي فاش هو فاش غنطيب انا غادي نسخنو، راه درتو تيسخن لدرجه حراره متوسطه، العافيه غير من التحت يسخن ليا مزيان وغادي ندخل الشهده ديالي ونخلي درجه الحراره متوسطه طيب ليا على خاطر خاطرها. دابا غادي ندير الزلجان، صافي غادي ندخلها الطيب وغادي نتلاقاو باش نشوفوها في الشكل النهائي ديالها كيف كتجي. هذه هي الشهده ديالنا البنات، من بعد ما طابت راها باقا سخونه فكيجي هذا هو الشكل ديالها كيف كتجي. وشوفوا كل ما خمرات مزيان، يعني ما نخليوهاش تفوت في الخموريه، تقريبا انا خليتها لانني ما كثرتش الخميره خليتها واحد الساعه الا ربع اللي خمرات ليا فيه صافي ورميتها. فهنا انا ما شعلتش عليها الفوق فهي خرجت محمره، واخا كتشعل غير لتحت فكتخرج ليا مزنقه كامله. فنتمنى طرقكم وتنال الرضا ديالكم وتجربوها، وإلا عجبتكم هاد الشهده ديال اليوم ما تنساونيش من لايك الفيديو، اشتركوا بالقناه ديالي قناه شيوات ام العربي باش دائما توصلوا بكل جديد. غادي نديرها لكم في واحد، غادي نديرها في طبق التقديم وغادي نقطع لكم وحيده، واخا انا راه غاده بها عند واحد السيده صديقه ديالي بزاف بزاف، نقدر نصورها لكم من الداخل من عندها كيف كتجي.